النهارده باذن الله هنتحرى يعني ليله القدر باذن الله. بما انا واقف في مكان اهو شايف مطرح شروق الشمس زي ما هو واضح قدامكم كده، يعني هي حاجه كويسه والله. يعني انا حبيت ان يعني ان احنا نشوف ليله القدر انهي ليله، لعل حد فينا يصيبها فيعلم ان دعوته كانت مستجابه في اليوم ده. سيدنا النبي هو اللي قال ان ليله القدر الدعاء فيها مستجاب، وانها تعدل 1000 شهر. 1000 شهر دول ب83 سنة و4 شهور تقريبا. هي ب83 وتلت 3 من 10 او 33 من 100. فتخيل سبحان الله، يعني ان انت لما تعمل فيها نافلة او تتصدق فيها او تدعي ربنا فيها او تذكر الله فيها، شوف الثواب قد ايه. بسم الله ما شاء الله. طيب سيدنا النبي سابنا كده مننا لليلة القدر، واللي قال ان هي ليها شروط. ليها شروط طبعا، وانتوا اعلم بها مني، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الناس كلها متفقهة في الدين وسهل ليها المعلومة ان هي تعرف توصل للمعلومة دلوقتي. طيب انا هستأذنكم ان انا كل يوم في العشر ايام الاخر دول في شهر رمضان هنحاول مع بعض ان احنا نتحرى ليلة القدر، يعني نشوفها هي انهي ليلة، ويعني باذن الله باذن الله. يعني هي خلاص الشمس على ميعاد اهو، فاضل لها دقيقه ونص باذن الله. طيب سيدنا النبي اولا ايه، مين اللي قال لنا ان هي في العشر الاواخر من شهر رمضان؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال التمسوها في وتر العشر الاواخر من رمضان، يعني في الايام الفرديه من العشر الاواخر في رمضان، تبقى يوم 21 او 23 او 25 او 27 او 29 باذن الله. تمام. طيب ليها علامات، هي مش كده وخلاص، هي ليها علامات عشان تعرف ان انت دعائك او قيامك في الليل اصاب ليله القدر او لا. ليها علامات. ايه بقى العلامات دي والعلامات الصحيحه؟ لان في ناس طبعا حطوا علامات من دماغهم هم مالناش دعوه بيها. طيب إيه؟ اول حاجه ان انت بتبقى مطمئن، تسيطر الطمانينه على المسلمين، يعني المسلمين كلهم بيحسوا بطمأنينة كده غير الأيام العادية. المسلم مطمئن في بعض الأحيان أو أحيان كتيرة، لا ده بيبقى زيادة. طيب إيه تاني؟ الرياح فيها بتبقى هادئة. أنا مجمع الكلام ده عشان نقوله مع بعض، وهنقوله في العشر أيام اللي جايين بإذن الله وإحنا بنلتمسها. الرياح بتكون هادية وفيها نسمة هواء بارد كده، مش حر ولا تراب ورياح والكلام ده، لا هادية خالص كده ونسمة خفيفة زي اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. بس هو انا يخيل لي ان مش النهاردة، يعني والله اعلم. ليه بقى؟ لان انا سامع علامة مش ما تتفقش مع اللي قاله سيدنا النبي. طيب سكون الحيوانات، ودي العلامة اللي انا يعني كنت عايز اتكلم فيها. انا سامع جنبي في اصوات، لان انا موجود في حتة فيها زراعات، لا في اصوات. وامبارح بالليل كنت سامع صوت حيوانات في الشارع، في حيوانات تمشي في الشارع، في قطط وفي حاجات كده. فيعني والله اعلى واعلم طبعا. سكون الحيوانات، لا تسمع صوت الحيوانات خالص. اليوم ده بقى الشمس بتشرق فيه من غير شعاع. يعني تشوف الشمس كده ما تلاقيهاش شعاع، لما بتبص في حاجه فيها نور كده بتلاقي لها شعاع. لا، يوم او ليله القدر الشمس بتشرق من غير شعاع. ودي من العلامات المميزة لليلة القدر بإذن الله. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. من هنا عرفنا إن هي سلام، إن هي هدوء، إن هي راحة، إن هي طمأنينة. 83 سنة وتلت، حاجة مش قليلة إن أنت يعني تعبد ربنا 83 سنة. ده شيء بسم الله ما شاء الله. أستاذ هيثم المصري بيقول لي أن ما يقال عن أصوات الحيوانات لم يروى عن النبي. هرجع للمعلومة يا أستاذ هيثم وهرد على حضرتك برضه، لأن أنا مش فقيه في الدين أو متفقه في الدين، أنا ناقل هذه المعلومات لتعم الفائدة. لو حضرتك عندك معلومة أكيدة يا ريت تبلغنا، يعني لو حضرتك عندك المعلومة الأكيدة بلغنا مفيش مشكلة خالص. تمام؟
لكن انا اقدر اقول لك ان ورد عن ابي كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ده عشان تعرف انت اصبت ليلة القدر ولا لا. ده اللي عندي انا من العلم. لو حضرتك عندك من العلم ما يعني اللي يفهمنا احنا اصبناها ولا لا بلغنا بيه. واهم حاجه في ليله القدر ان هي فيها الدعاء مستجاب. تخيل كده ان انت تبقى زيك زي بعض الصحابه ان دعائك مستجاب. انا عن نفسي لو ربنا اذن لي بزياره الكعبه اول دعوه هدعيها باذن الله، باذن الله يعني ان انا هدعي ان انا اكون مستجاب الدعوه دي. اول دعوه هدعيها باذن الله يعني لما ازور الكعبه باذن الله لو ربنا كتب لنا اللقاء. أستاذة لبنى فوزي بتقول ما اعتقدش ان هي كانت ليلة باردة جدا والسماء كلها غيوم. فعلا انا اتفق مع حضرتك، حتى انا جايب الصورة، الصورة واضحة قدامنا اهي ان في غيوم في السماء، السماء مش صافية والليلة كانت باردة وكان في اصوات الحيوانات اللي احنا برضو لسه يعني مش متأكدين ان يعني انه ورد عن سيدنا النبي او لا، لان طبعا احنا ما قدمناش غير مصدر واضح يعني من المصادر الواضحة طبعا هو القرآن والسنة، فاحنا بنشوف في السنة. أنا ما عنديش معلومة ولا أدعي علم، يعني أنا بنقل لكم المعلومات اللي أنا عرفت أوصل لها عشان كلنا نستفاد من بعض. يعني أهو خلاص الشمس هانت أهي موجودة وراء الغيوم، وطبعا ده دليل إن مش النهاردة للأسف، إن شاء الله نصيبها النهاردة أو بكرة أو بعده خلال ال10 أيام، وربنا يكتبها لنا بإذن الله يا رب كده إن شاء الله. والناس اللي موجودة في الحرم ما ينسوناش من دعواتهم، يدعوا لنا بالخير يا رب بإذن الله. سلام ورحمة الله، ازيك يا عم؟ ليه؟ الناس الطيبين رايحين الغيط بدري، يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الناس اللي سنها تخطى ال50 و60 سنة رايح الغيط دلوقتي بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيد يا رب بركة ويبارك له في عياله وفي عمله بإذن الله. نرجع لنقطة زيارة بيت الله الحرام. يعني اخوانا يعني الناس اللي موجودة هناك تدعي لمصر بالبركة والله. الله يدعو لنا كلنا بالبركة، إن ربنا يهدي الشباب وربنا يزوج شباب المسلمين يا رب كده، ويحفظ لنا مصر ويحفظ الأمة العربية كلها مش مصر بس. يعني احنا مسلمين مصريين عرب، وبعد كده يعني ننتمي لافريقيا او لا دي مش مشكلتنا بقى خالص. يعني ده بالنسبه لي انا، يعني انا الترتيب عندي في دماغي ان انا مسلم مصري عربي، مصريتي تطغى على عربيتي طبعا، ثم بعد ذلك يعني نبقى فرقه او ما نبقاش مش هنختلف كتير. هي الشمس أشرقت خلاص بس يعني ما وضحتش من وراء الغيوم، وده دليل إن مش النهاردة زي ما احنا شايفين كده في نسبة غيم كبيرة. لو قربت لكم تاني اهو اهو في كلب بينبح اهو. لا يعني نحسبها ان مش هي ان شاء الله نصيبها. كده كملت. اخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. أتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله يعني اللي يصيب ليلة القدر يدعي لنا كلنا ولسائر المسلمين. السلام عليكم.